هو فيروس كورونا. يمكن احنا عشنا سنتين من السنوات العجاف، يعني كان في فيروس منتشر والوقاية منه لازم بغسل الايدين بشكل دوري والتباعد الاجتماعي، وكان في نشاطات كتير متوقفة في حياتنا بسبب فيروس كورونا. لكن الحمد لله بفضل ربنا طبعا وبفضل مجهودات الدولة في توفير اللقاح والأمصال لكتير جدا من المصريين وفئات مختلفة، بدأت يمكن من 12 سنة فيما فوق، وبفضل كمان اكيد زياده الوعي عند حضراتكم انه بقى في وعي ازاي ناخد بالنا، ازاي نقي نفسنا من الاصابه بالفيروس، انخفضت هذه الاعداد بشكل كبير جدا. ولكن خلونا برضو يعني نكون قد المسؤوليه ونبقى عارفين انه لسه الفيروس موجود. اي نعم الحالات بقت يعني تتعدى على صوابع الايد الواحده، لكن ده بيتطلب عشان نفضل عند هذا المستوى يتطلب برضو الالتزام بالاجراءات الوقائيه. فوزارة الصحة والسكان أصبحت بتعلن البيان المتعلق بالإصابات والوفيات بشكل أسبوعي زي ما بقول لحضراتكم، نظرا لأنه الأعداد قلت بشكل كبير جدا جدا. الوزارة أعلنت عن بيان هذا الأسبوع أنه متوسط عدد الإصابات اليومي لفيروس كورونا وصل 4 حالات، وده خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة اللي بتجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. قالت كمان الوزارة أنه متوسط أعداد الوفيات اليومي وصل 2. كمان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وضح أنه متوسط أعداد المتعافين اليومي من فيروس كورونا وصل ل 16 متعافي بعد ما تلقوا الرعاية الطبية اللازمة والحمد لله تم شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وبكده ارتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا لحد دلوقتي في مصر ل 445,701 متعافي. أظن كده إن احنا نقدر نتفائل الفيروس إلى زوال، خاصة إنه عندنا أعداد كبيرة جدا من المصريين تلقوا اللقاح بجرعاته المختلفة الأولى والثانية والجرعة التنشيطية، والجرعات التنشيطية دي هتفضل مكملة معانا زي تطعيم الإنفلونزا الموسمي اللي بناخده علشان ما نصابش بنزلات الإنفلونزا. فربنا يسلم الجميع يا رب. وأكيد أكيد يعني اللي لسه ما خدش التطعيم أرجوكوا يتوجه على طول لأقرب وحدة صحية ويسجل طبعا على موقع وزارة الصحة لتلقي أو لطلب تلقي اللقاح. ويمكن الشائعات خلاص الزمن هو اللي أثبت إن دي مجرد شائعات، اللي كان بيقول لك لأ ده اللقاح مش آمن، لأ ده اللقاح مش فعال، أديكوا شفتوا أهو عدى سنتين الناس اتطعمت الحمد لله، الناس آمنة اللي خدوا التطعيم، الناس صحتها الحمد لله كويسة، ربنا يديمها علينا نعمة. ويمكن وزارة الصحة الحقيقة عاملة مجهود جبار جدا في هذا الامر، خاصه انه متزامن بقى كمان مع مبادرات صحيه مختلفه بتطلقها الوزاره لم تتوقف في ظل فيروس كورونا وفي ظل حملات التطعيم الواسعه اللي بتتم في مصر.